يا صديق. ها حبيبي يا ابويا بسرعه عبي بعشره، هي 91، لا تطول فيك علي. عبي عبي بعشره يا ابويا. ايش بك على المسكين ده يا ابويا؟ اهدال انت كمان، يعني ما تعرف الرفقه ديل اكلوا البلد مره دحين مسوي تدافع عنهم؟ اهدالي اهدالي بالله. حبيبي قاعد يشتغل يكود دادا يا حبيبي. اقول لابنا حله ولا شي، امسك فلوسك قاعد تخرج مننا. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش فيك زعلان حبيبي؟ هذا نفر ما في احترام، هو يقول رفيق. خلاص حبيبي انت ما في زعلان، عبي فل خذ الباقي، الله يعطيك العافية، هدية هذا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.